إطار الحركة الاعتقالية اللي أعلن بها السيد وزير الداخلية في التعليمات السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وإياه. هذه الحركة الاعتقالية همت ما يفوق على 500 رجل سلطة على مستوى المملكة السعيدة، ما يشكل ثلث ديال الهيئة السلطة على مستوى الوطني. هذه الحركة بطبيعة الحال تخلع واحد المسطرة جديدة ديال التقييم كتسمى مسطرة 63 اللي كتبرز الكفاءات والعطاء ديال كل ممثل ديال هذه الهيئة ديال السلطة، وبالتالي تم الترقيات أو التدريب على حساب الجهد كل واحد. وأنا جيت سعيد أن على مستوى العمل ديال الأنفاق كما جعلت الهدف الحركات اللي سبقت أن جهد رجال السلطة اللي تم الترقية ديالهم ولهذه المناسبة تشتنوها ديالهم وبالعمل اللي قاموا به ونتمنى لهم التوفيق في الإيادات الجديدة ديالهم. من جهة أخرى أنا ما يمكنليش ناخذ الكلمة بلا ما نذكر الخطاب الأولوي الثاني ديال سيدي الله ينصرو ديال 12 أكتوبر 1999 واللي حدث بالشرف الحضور ديال النطق الثاني من طرف سيدي الله ينصرو، وبالأخص كلمة واحدة اللي كتشد وكتلخص المفهوم الجديد للسلطة اللي هي أن السلطة المحلية وكل الإدارات العمومية المنتخبين خدمة المواطنات والمواطنين وليس العكس. هذه خصنا كلنا متشجعين بها، ورجال السلطة ونساء السلطة على غير المنتخبين وباقي المتدخلين على المستوى المحلي ما عندهمش الوطن، ما عندهمش السلطة، ما عندهمش الحد، ما عندهمش الجديد. فاحنا جهود مجتمعين كاملين تحت القيادة ديال سيدنا الله ينصرو طول عمرو، وغادي تسمحوا لي نعطي الكلمة للسيد رئيس قسم الشؤون الداخلية لقراءة التعيينات ديال السيدة والسادة رجال السلطة الجدد.